خمس برامج تصميم ثلاثية الأبعاد لازم كل مصمم جرافيك يكون عنده معلومات عنا وعلى الأقل أنه يتقن برنامج واحد منها. يلا نشوف. رح بلش بالبرنامج الخامس واللي هو برنامج ZBrush. ZBrush هو برنامج متخصص بنحت ثلاثي الأبعاد أو عملية النحات. كيف نحن بنعرف أنه نحن بننحت الشخصيات، بننحت المنحوتات الملائية بالطرقات، سواء كانت شخصيات أو تماثيل أو هياكل. هذا البرنامج هو متخصص لهذا العملية، لأنك أنت تقوم بعملية نحت للشخصية اللي بدك إياها، أو حتى إذا كنت بدك تنحت مجسمات تانية ثلاثية الأبعاد. البرنامج هو قوي جدا وله إصدارات كتيرة، والإصدار الأخير ZBrush 2022 أو 2022 فيه ميزات كتير كبيرة من ناحية البرش يعني الفراشي، ومن ناحية التكنيكال الموجود فيها اللي طوروها بالإصدار الأخير. البرنامج الرابع ثلاثي الأبعاد واللي هو المايا. طبعا المايا هو من شركة أتوديسك، وهو برنامج ثلاثي الأبعاد غني عن التعريف. طبعا اغلب المصممين الناس اللي بتبلش تدخل على المايا بترتعب من الواجهه تبعيته، من التولز الكبيره والمخربطه كتير جوات برنامج المايا، لكن مع الوقت لما بتقدر انت تتفاعل شوي مع التولز الموجوده جوا وبتتعلم الاساسيات الموجوده ببرنامج المايا بتلاقي انه الامور اختصرت معك اكثر. واستخداماته اكثر شيء بتتم بالافلام التلفزيونيه الكبيره وحتى تحريك الشخصيات ثلاثية الأبعاد، لأن قوة التولز تبعيته متمحورة بالتحريك والإنيميشن. البرنامج الثالث ثلاثي الأبعاد واللي هو 3D Max، كمان برنامج غني عن التعريف، معروف عند كل الناس أو عند غالبية الناس. وهذا البرنامج كمان مثل مايا هو من إنتاج الأوتوديسك، لكن هذا البرنامج فيه ميزات خاصة معمارية خاصة، أنه هذا البرنامج بيدخل بتولز كبيرة لموضوع أنه تدخل بموضوع الإنشاء والعمار، سواء كان الإنشاءات الداخلية والخارجية أو تصميمات الديكور الداخلية والخارجية. البرنامج الثاني ثلاثي الأبعاد وهو البلندر، برنامج قوي جدا جدا اكتسح السوق بآخر كم سنة بمجال الـ 3D. طبعا هو عبارة عن مجموعة من التولز المفتوحة المصدر، هذا الشيء اللي عم يعطيه قوة كتير أنه عم يصير في عليه عملية تطوير بشكل دائم. بدي اذكر بالاصدارات الحديثه تبعيته اخر سنتين صار في تولز قويه كتير بموضوع التحريك والانيميشن وحتى عمليه السكلابتنج او عمليه النمزجه وبناء الشخصيات ضمن برنامج البلندر. لذلك انا بنصح فيه كتير لبرنامج البلندر للناس اللي حابه تدخل 3D بشكل قوي وحابه تتعلم، وبنفس الوقت بده برنامج يكون يجمع اكثر من شغله، وبنفس الوقت عم تدور على واجهات سهله وبسيطه ومفتوحه المصدر ليتم التحكم فيها. فبنصح انا اغلب الناس اللي حابه تدخل بالبلندر، لانه مثل ما قلت لكم صار في تطوير كتير كبير باخر اصدارين عليه على او اخر تحديثين عليه على موضوع الانيميشن وموضوع تحريك الشخصيات بشكل كتير كبير. اما بالنسبه للبرنامج الاول بثلاثي الابعاد فهو برنامج سينما 4D او ماكسيموم سينما 4D من انتاج شركه ماكسيموم، وهو الفافوريت او الشيء المفضل بالنسبه لي من بين برامج ثلاثيه الابعاد. طبعا هذا البرنامج هو بيتميز بواجهات، ممكن كل شيء حدا حابب مستخدم يدخل يتعلم سينما 4D او يدخل على بيئه سينما 4D يتعلمها بشكل سهل وسلس وبسيط، بالاضافه انه فيه تولز قويه جدا جدا بتعطي نتائج مبهره بعمليه سيموليشن، بعمليه الموشن جرافيك، البارتيكلز، بعمليات كتير كبيره بالاخراج ثلاثي الابعاد. طبعا بدي نوه انه البرنامج له اصدارات كتير، والاصدار الاخير منه الـ R25 او الـ R25 هو تغير بواجهاته بشكل تماما عن الاصدارات القديمه، لكن ضافوا له ميزات رائعه جدا وميزات قويه كتير بهذا الاصدار. وانا شارح انه هذا الاصدار بقسم السينما 4D عندي بالقناه، فيكم تدخلوا على قائمه التشغيل وتشوفوا الشرح الجديد تبع الاصدار الاخير هو الـ R25. طبعا كثير حيقولوا لي انه برامج ثلاثيه الابعاد اللي شرحت عنهم هدول او غيرهم ممكن كلهم يعطوا نفس النتيجه او يعطوا نتائج مشابهه. رح اقول انه برامج ثلاثيه الابعاد بشكل عام كلها بتقدر تعطي نتائج مشابهه لبعضها، لانه كلها بتعتمد ثلاث محاور او ثلاثيه الابعاد مثل ما بنحكي بالعربي، وكلها عندها تولز تقدر فيها تعمل نمزجه، تقدر فيها تعمل محاكاه، تقدر فيها تعمل انيميشن، تقدر فيها
تعمير شخصيات وتحريك إلى آخره. لكن هاي البرامج الثلاثية لبعض اللي ذكرتها أنا كل برنامج عن برنامج بيفرق في له ميزات خاصة فيه. يعني السينما 4D مثل ما حكيت لكم موضوع الموشن جرافيك والتحريك فيه للموشن جرافيكس ولموضوع الدعايات أو لموضوع ادفرتايزينج غير موضوع 3D Max. 3D Max مثلا متخصص فيه تخصصات أكثر أو الناس اللي عم تستخدمه معماريا أو عم تاخده لموضوع الديكور الداخلي والتصميم الداخلي والخارجي أكثر، غير المايا اللي تخصصه بالانيميشن والتحريك بالنسبة للشخصيات والأفلام بشكل كبير. وبالنهاية أنا دائما بنصح كل مصمم أنه يأخذ معلومات ويجرب كل برامج ثلاثية الأبعاد المشهورة مثل اللي ذكرناها، وبعدين حسب الأعمال اللي هو بده إياها أو حسب الأعمال اللي عم تنطلب منه يدخل بالبرنامج اللي شايفه صحيح ويطور نفسه فيه ليوصل لمرحلة احتراف. إذا عجبكم الفيديو يا ريت نعمل لايك للفيديو ونعمل مشاركة ليوصل أكبر عدد ممكن من الناس اللي محتارة مو عارفاني بأنه برنامج 3D لازم تبلش وشو هي البرامج 3D لازم تتعلم عليها. واللي ما له مشترك بالقناة يا ريت ينورنا ويشترك بالقناة ويفعل الجرس لتوصلوا كل الدروس الجديدة. كان معكم همام ريس، كونوا بألف ألف خير.